ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المباراة اللي انتهت قبل قليل بين فتح ويسلان والوفاء الفاسي والتي عادت نتيجتها الى فتح ويسلان ب2-1 كانت مباراة جميلة وراقية، الا ان الحكم هو من كان السبب في ما وقع من احداث بانه اضاف ازيد من 6 دقائق، والخطير في الامر هو ان الحكم في الشوط الثاني هدد اللاعبين بانه رجل شرطة. اذا كان رجل شرطة فهو رجل شرطة في الادارة ديالو، ولكن فاش يجي للمباراة راه تيولي حكم، خصو يدير المباراة ويمشي في حالاته. شكرا. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.